عندي ضربات قلب كده مش مظبطه، وجيت مستشفى الصفا بعمل تحاليل وفحوصات، ولازم على الاقل افضل على الاقل، دكتور محمود قال لي لازم على الاقل افضل 48 ساعه في العنايه. أعلن الفنان المصري هاني شاكر تأجيل حفله الذي كان من المقرر إقامته مساء اليوم الخميس بدار الأوبرا بسبب وعكة صحية مفاجئة نقل على أثرها إلى المستشفى. وقال الفنان هاني شاكر أنه شعر بسرعة في ضربات قلبه فذهب إلى المستشفى للإطمئنان على صحته، ولكن تم احتجازه في العناية المركزة لحين الإطمئنان عليه وإجراء الفحوصات اللازمة، ولذلك تم تأجيل حفله في دار الأوبرا المصرية المقرر إقامته اليوم الخميس. وظهر المطرب الكبير هاني شاكر في مقطع فيديو على صفحته الرسمية وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجه فيها رسالة اعتذار لجمهوره الكبير عن عدم إقامة حفلة اليوم بدار الأوبرا. تعالوا معنا نشاهد الفيديو والفنان هاني شاكر. جمهور الحبيب، أنا بعتذر جدا عن حفلة النهاردة في الأوبرا، كان نفسي اشوفكم واسعد بيكم واغني لكم كل اللي انتم عايزينه، بس للاسف الشديد انا النهارده قمت تعبان شويه، عندي ضربات قلب كده مش مظبطه، وجيت مستشفى الصفا بعمل تحاليل وفحوصات، ولازم على الاقل افضل على الاقل، دكتور محمود قال لي لازم على الاقل افضل 48 ساعه في العنايه. فبجد بعتذر من قلبي، انا كان نفسي اكون معاكم، ان شاء الله نحدد معاد قريب جدا جدا جدا، واسعد بيكم واشوفكم، لان انتوا اللي بتدوني معنى وطعم للحياه بجد. خالص امنياتنا بالشفاء العاجل للفنان الكبير هاني شاكر. عزيزي المشاهد، اذا مره بتشاهد قناه ثقافه معلومه، لا تنسى لايك واشتراك في القناه مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع اجمل ورقه تحياتي وتحيات اسره الثقافه معلومه، تابعونا